يقول بعض الناس إذا كلمتهم تجدهم يدعون أن المغرب ليس به علماء، فما قولكم في هذا؟ ما رأيكم أقول في هذا؟ يعني هذا القول يدل على أن هذا القائل لا يعرف المغاربة. ماذا يريد من علماء المغاربة؟ يريد أهل القراءات، يريد أهل النحو، يريد أهل الفقه، يريد يعني بعض الكلام يعني قوله دليل سقوطه، هو يحمل ضعفه في ثناياه. هذا الذي يقول علماء المغرب، المغرب ليس فيه علماء، نقول ماذا عرفت من المغرب؟ أين جلت؟ أين نظرت؟ أين ذهبت؟ والعلماء في المغرب فقط الذين عرفناهم في البوادي نعد منهم أكثر الذين نعرفهم في الحواضر، في البوادي فقط. لا نحدثكم عن حفاظ ألفية ابن مالك وعن الناس الذين يحفظون المتون. أخبركم قصة عن طفل صغير ذهب إلى القرويين ليدرس فيها بعد أن درس طائفة من العلم في البادية عند جده. يحدثني بهذا أخي، وأخي حدثه هذا الصغير، فذكرت لكم إسناده لأننا في درس حديث. يقول حفظت في الدوار، نحن القرية عندنا في البادية تسمى الدوار، حفظت في الدوار كذا كذا كذا. يقول يا أخي ملأت صفحة من عناوين المتون، ويقول لي لو علم جدي ماذا أفعل هنا في القرويين لقال ارجع إلى الدوار، ما لا تضيع وقتك هنا، هي الدواوير هذه. فهذا الذي يقول هذا الكلام يعني ينادي على نفسه بأنه لا يعرف أهل بلده، وهذا شيء يبين لكم الفرق بين الناس اليوم والناس في القديم. الناس في القديم كانوا لا يرتحلون إلى علماء غير بلدهم حتى يستوفوا ما عند بلدهم. الآن الزهري لما رأى قبيصة بن ذؤيب قال فسألني عن سعيد المسيب وسألني عن نظرائه. لو كان الآن في وقتنا هذا والزهري مشى للشام يقول سعيد المسيب يقول لا أعرفه، وفلان لا أعرفه، وفلان لا أعرفه، وانت تجي من المدينة وتعرف علماء المدينة، تجي من الرباط لتعرف. نحن نقول نعم العلماء صاروا قلة، وهذا ليس خاصا بالمغرب فقط، هذا عام في البلاد الإسلامية كلها بتفاوت في بعضها، لكن يعني القول فيه غلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.